أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقول بعض الناس إن صفات الله ذاتية وثبوتية، فما صحة هذا الكلام، وهل قال به أحد من أهل السنة؟ صفات الله ذاتية وفعلية، أي كلها ذاتية، منها شيء ذاتي ومنها شيء فعلي، وأما ثبوتية ما تكون إلا ثبوتية، ما تكون إلا ثابتة، لما ثبتت ما تكون صفة لله عز وجل. فزيادة كلمة ثبوتية هذه ما لها داعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يستدل بقصة مريم عليها السلام على وجوب مثلا السمع والبصر؟ هذا ذاتي، واليد والوجه هذه صفات ذاتية، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه صفات فعلية. نعم.